لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. يذكرنا البوق الروحي اليوم وبمناسبة سبت الراقدين الذي يسبق أحد العنصرة بمقال قيم يمكنكم قراءته كاملا على موقع التراث الأرثوذكسي للأستاذ المغبوط الذكر يوحنا فندوليس، نقله للعربية رهبان ديري رقادي والدة الإله حمطورة بعنوان الذكرانيات المقدسة. نقرأ معا مقطعا قصيرا منه. في الأسئلة التي يطرحها المؤمنون وغير المؤمنين عن الأهمية والفائدة من الطلبات التي يرفعها الأحياء من أجل راحة نفوس الراقدين طالما أنه ليس من توبة في الجحيم، سنجيب نحن بأن هذا ما درجت عليه الكنيسة منذ العصور الأولى. هذه سذاجة ظاهريا، هكذا تسلمنا، تشير إلى ثقتنا الكلية ورجائنا الثابت والحي برحمة الله، كذا التأكيد على أن ممارسة الكنيسة التي تعبر عن إيمانها وحقيقة كشف الله في يسوع المسيح للعالم تشكل لنا كلنا الضمانة أن صلواتنا تصير وفق مشيئة الله وهي مفيدة لنفوس المنتقدين. بأية طريقة سيصير هذا الأمر؟ سندعو الأمر لعمق محبة الله. هذا هو جوابنا تقريبا على الموضوع الذي يتعلق بالذكرانيات من وجهة نظر لترجية. نترك لكم إذن أحبائنا قراءة هذا المقال القيم على موقع التراث الأرثوذكسي.